المساعد، كيفكم؟ ان شاء الله بخير. اليوم حيكون اللي هو مشترياتي من موقع نيوشيك، هخليكم رابط الموقع في صندوق الوصف. طبعا دي المشتريات ولسه في حاجات ما وصلتني، بس انا حبيت اوريكم اللي وصلني. نبدا باول حاجه اللي هي الماسكرا. ده يا جماعه فنان شديد بالنسبه لي. انا انسانه ما بعرف ارسم ايلاينر زي ما انتم عارفين. ده حيفيدني شديد، لانه زي ما انتم شايفين كده طريقه الاستعمال بتجيكم معاه. الفكره انه مثلا اذا انت ما بتعرفي تعملي ايلاينر او كده، فبتحطيه كده على طرف العين وبتقعدي ترسمي الايلاينر وبيطلع معاكي حاجه خرافيه شديد على حسب ما شفته، وانا حاجرب. لكن انصحكم بموقع نيوشيك، لانه يعني فعلا فيه حاجات رهيبه شديد. ثاني حاجة اللي هي فتحتها هسه تجي كده، هما حاجتين مع بعض. الأولى فرش المكياج، صراحة أنا كنت في حاجة لفرش مكياج جديدة وكويس وصلتني. هنا دي الفرش، إذا ما واضحة هنا أصلا حنزل لها الصورة في انستجرام، فتابعونا على انستجرامي، حيظهر هنا في الشاشة وحتلاقوا تحت في صندوق الوصف. فهي الفرش بتجي كده، يعني كل واحدة ليها شغل معين كده، انتوا شايفين هتلاقوا تفاصيل اكتر في صندوق الوصف. وتاني حاجة واللي هي احلى حاجة وصلتني من الموقع اللي هي دي، الرموش المغناطيسية. سو بيجي شكلها كده، دي مريحة شديد. ليه؟ يعني بدل ما الزول يمشي يشتري رموش عادية ويقعد يغرب ويلزق وما عارفة شنو، انا اصلا ما بعرف الحاجات دي. دي حلوة بتلزق على طول في العين، يعني ما احتاج غير ما احتاج حاجات كثيرة اصلا. زي ما انتم شايفين تركيبة سهل، ما اخذ معي كتير نهائي، دقيقتين دقيقة بس كده. دي بدون ودي فيها، صراحة عجبتني شديد لانها خفيفة، ويعني زي كأنه الزول ما مركب حاجة وكده، فده اللي عجبني فيها، فنانة يعني. انصحكم على موقع نيوشيك، فيه حاجات حلوة واسعارها مناسبة شديد. رابط الموقع ورابط الحاجات اللي اشتريتها هتلاقوها تحت في صندوق الوصف. بس ده كان فيديو اليوم، اتمنى يكون عجبكم. ما تنسوا لايك شير سبسكرايب، وزي ما قلت لكم رابط الموقع وروابط الحاجات اللي اشتريتها هتلاقوها تحت في صندوق الوصف. ما طول عليكم اكتر من كده وبس، يلا باي. صح، قبل ما انهي الفيديو حابة اقول لكم ان دمع كل المنتجات انا وريتكم بس اللي وصلني، ان شاء الله لما توصلني المنتجات الثانية هاوريكم لها في هاوريكم لها في سناب شات. تابعوني على سناب شات هتلاقوا اسمي في صندوق الوصف. ويلا سلام.